احنا هلا راح نفوت على مغارة القديسة مريم يسوع المصلوب، وين كانت هي والعذراء الفترة اللي قعدتها هون، ونزور المغارة ونصلي فيها. احنا بنعرف انه مريم لما مات الصيصان معها يسوع قال لها كل شيء بالدنيا رح يخلص هيك، بس اذا بتعطيني قلبك انا بكون معك على طول. وهون مريم قررت انها تعطي قلبها ليسوع ورفضت كل شيء في الدنيا. طبعا عمها جاب لها العريس لكن هي رفضت، فدخلت جابت كل الذهب وقصت شعرها حطته على الصينيه وقدمته للعريس ورفضت. من هون عمها كان كثير قاسي معها وصار يضربها ويعنفها، فسمعت انه في خادم تركي نازل على الناصر، فقررت انها تروح وتودي لاخوها الرساله علشان يجي ينقذها من العذاب اللي هي موجوده فيه. لكن هذا الخادم للاسف الشديد حاول انه يقنعها تغيير دينها وهي رفضت. فقام عن العشاء سحب الخنجر ضربها بكعب اجره ودبحها برقبتها، طبعا احنا شايفين الصوره واضحه. هون مريم نالت الاستشهاد، طلعت على السماء شافت ابوها وامها وكل اخوتها، سمعت صوت بيقولها لسه حياتك ما خلصت، كتابك ما انتهى، بدك ترجعي على الارض. وهون مريم بتصحى بتلاقي حالها في مغاره جنبها راهبه لابسه ازرق، في ازرق راهبه هاي زي ما قالت مريم قعدت معها 4 أسابيع طببتها وشفتها. وطبعا الرهبة هاي قالت مريم بعدين إنها العذراء مريم. هذا الحدث صار هون بالمزار، هذا بالمغارة اللي رح ننزل ونزورها تحت. مريم هي راجعة من كرم البو، مرأت على الإسكندرية وقالت للرهبات، أخذتهم قالت لهم هذا هو المكان اللي قعدت أنا والعذراء في الفترة هاي، وأكدت على وجود هالمكان وعلى وجود هالمغارة، وقالت لهم هون العذراء شفتني وخيطت لي رقبتي. رح ننزل لتحت نزور هالمغارة ونصلي فيها وناخد بركة العذراء، ناخد بركة القديسة مريم يسوع المصلوب. طبعا احنا اللي نعرف قصة مريم لما العذراء خيطت لها رقبتها، والحدث هذا صار في المكان اللي احنا واقفين فيه 4 أسابيع بصحبة العذراء، 4 أسابيع والعذراء قاعدة جنبها وعم بترطب لها شفافها بمي، 4 أسابيع وحنان الأم وعطفها وخوفها على بنتها وهي قاعدة جنبها. هون قعدت العذراء مع مريم وقالت لها كل شيء رح يصير معها في حياتها، قالت لها رح تفوت تبدأ بمر يوسف وبعد هيك رح توصل تروح على كرمل بو بفرنسا، وبعد كرمل بو بتروح على الهند وبتعمل أول دير هناك، بعدين بتيجي على بيت لحم بتعمل كرمل في بلدها وبتموت هناك. قالت لها كل شيء رح يصير في حياتها، وكمان أعطتها زي ما الأم بتوصي بنتها وبتعطيها نمط الحياة، أعطتها نمط الحياة. قالت لها يا مريم اعرفي إشي واحد، إنه كل إشي بيجيكي خديه على إنه جاي من إيد ربنا، إذا كان كويس أو إذا كان سيء، واعرفي دائما إنه ربنا هو معك، وشو ما صار ما تطلبي كمان، خليكي دائما قنوعة وخليكي دائما ماشية مع ربنا. المكان هذا بيمثل هذه العذراء ماشي معنا، هذه العذراء دائما معنا، هذه العذراء كانت في مسيرة مريم إنها تضل معها 4 أسابيع في المكان هذا، وآخر شيء تعمل لها شوربة وتأخذها عند كاهن ليعرفها وتتركها في الحياة بعد ما أعطتها كل مسيرة حياتها. المكان هذا مليان من الصلاة، مليان من حضور العذراء، ومليان من الطفلة مريم اللي رفضت
إنها تتجوز، وأصرت إنها تكرس حياتها لربنا، ودافعت عن إيمانها، دافعت عن ثقتها وحبها ليسوع، اللي قالها كل شيء في الدنيا هيك رح يروح إلا أنا بضل إليك إذا أنت أعطتيني قلبك. من هون من مغارة هاي اللي بتشع بوجود العذراء وحضورها، وبتشع بحب مريم للعذراء، إحنا نصلي لكم مع العذراء، مع قديستنا مريم، يسوع المصلوب في مزارها اللي موجود في الإسكندرية جنب كنيسة سيدة النياح، جنب العذراء في أحشاء أمي. دائما مريم كانت هناك. أسكن في أحشاء أمي وهناك ألتقي.